بونسوار، برحب بكل اللي عم بيحضرونا هلا لايف من خلال ال بي سي اي، وتحيه كثير كبيره لكل يلي ناطرين اللوتو، لكل يلي بينطرونا كل تنين وخميس وبينطروا حظهم مع هاللعبه. الليله الجوائز كثيره وعديده، ومثل العاده بعطيكم فكره عن الجوائز اللي بانتظاركم ان كان بالمرتبه الاولى المرتبه الثانيه وايضا اللذيذ. منبلش مع المرتبه الاولى يلي قيمتها الليله حول المليار و 838 مليون ليره كاش. المرتبة الثانية اسمعوا منيح، مرتبة ثانية عم تتراكم كثير من سحب لسحب، والليلة وصلنا على تراكم لحاله قيمته حوالي 529 مليون ليرة، يعني في حال ربحت الجائزة بتكون تقريبا حوالي 650 مليون ليرة كاش، هيدي من أعلى المرات يلي بتوصل لها المرتبة الثانية لهالمبلغ، وزيد الليلة قيمة المرتبة الأولى 30 مليون ليرة كاش. ما في لزوم ذكركم إنه جوائز اللوتو كلها صارت نقدا، بتستلموها من لحظة يلي بتربحوا فيها الجائزة. بالنسبة لرقم السحب 1924 لليلة الخميس 5 آب 2021، إذا هول كل المعلومات اللي لازم تعرفون قبل ما ينطلق سحب اللوتو لليلة، وفورا إلى المكنة. البداية مع طابة رقم 2، الطابة الثانية رقم 27، الطابة الثالثة رقم 19، 33 الطابة الرابعة، 4 الطابة الخامسة، 6 الطابة السادسة، 7 السابعة المخصصة للمرتبة الثانية رقم 25. رح يجي وقت وترجع تحكي على وجوهنا، ورح نرجع نفرح على الأكيد. صدقوني الايام اللي جايه رح بتكون افضل من الايام يلي عم نعيشها، خلوكم متاملين انه بكره افضل، ومثل ما بيقول المثل تفائلوا بالخير تجدوه. قبل ما ننتقل لزيد، بس خليني اقول اسم رابح طارق حريري بسحب رقم 1919 بالمرتبه الاولى باللوتو اللبناني، ربح 656 مليون ليره. بعدنا عم نذكر اسامي رابحين هيدا السحب بالمرتبه الاولى، لانه بوقتها ربحوا اربع اشخاص بهيدا السحب بالمرتبه الاولى، توزعت الجائزه على اربع اشخاص، وان شاء الله ليلي كمان يكون عندنا سيناريو مماثل واكبر عدد من الرابحين يربحوا باللوتو اللبناني. رح ننتقل فورا انا وياكم لزيد. سبعة، خمسة، خمسة، اثنين، ثلاثة، 32557. إذا هذا هو الرقم الرابح، كنت جاي أقوله مليون.
معودة دائما نقول الأرقام مع مليون أو مليار. إذا 32,557 هذا هو الرقم الرابح. شيكوا على شبكاتكم، خذوا وقتكم، نحن بهذا الوقت رح ناخذ بريك صغير، من بعدها بنرجع لكم مع النتائج بما يختص لوتو وزيد. لاقونا بعد البريك. رجعنا معكم لحتى نتابع اللوتو بهذا القسم، بنعلن عن النتائج، ولكن قبل مثل ما بتعرفوا بنرجع نتأكد من الأرقام اللي اختارتهم المكنة، وبنرجع عند عضو لجنة الرقابة ومندوب وزارة المالية على أعمال وصحوبات اللوتو أستاذ بسام جوني، تفضل إلك. سحب اللوتو رقم 1924 لنهار الخميس 5 آب 2021. الأرقام الستة الأساسية 2 27 19 33 4 و6، والطابة السابعة الإضافية للجائزة الثانية 25. شكرا لك أستاذ وسام. إذا من بعد ما تأكدنا من الأرقام، يا ترى الليلة بهيدا السحب رح بيكون في عنا رابحين بالمرتبة الأولى والثانية؟ جواب بتابلو. بالمرتبة الأولى ما في عنا حدا الليلة، إنما بالمرتبة الثانية، هالمرتبة الثانية اللي صار لها سحب ورا سحب عم تتراكم، وصلت لأعلى جايزة بالمرتبة الثانية يعني ل 663 مليون ليرة. في عنا ورقة وحدة لحالها، ألف مبروك، رح تربح الليلة المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة بتتضمن 23 ورقة رابحة، كل واحدة منهم رح تربح 3 ملايين ليرة. المرتبة الرابعة فيها 955 شبكة رابحة، كل شبكة منهم رح تربح 72 ألف ليرة. والمرتبة الخامسة الليلة بتتضمن 14,770 شبكة رابحة، وكل شبكة منهم رح تربح 12,000 ليرة. ألف مبروك للجميع، عن جد كتير حلو الربح. بس المرتبة الثانية بدنا نقول لها ألف مبروك، والمبروك الكبيرة لحالها ربحت 600 على الاس ام اس. خي شو حلو، هلا بشوف تليفوني انا. استاذ وسام مزيد، سحب زيد رقم 1924 لنهار الخميس 5/8/2021 حمل الرقم 32,557. شكرا لك استاذ وسام. اذا زيد تاكدنا من الرقم يلي اخترته المكنه مع استاذ وسام، وهيدا التابلو صار قدامنا على الشاشه مع ثلاث اوراق رابحه بالمرتبه الاولى. 30 مليون ليره رح يتوزعوا على ثلاث شبكات، وكل وحده منهم رح تربح 10 ملايين. كل ورقه بتنتهي بالرقم 2557 رح تربح 450,000 ليره، 557 45,000 ليره، و 574,000 ليره. كمان الف مبروك لكل يلي حلفن الحظ عن طريق زيد. المرتبه الاولى اذا فيها ثلاثه، من وين؟ محل كراس بمارلياس، عشي ماركت ببشلة بالبترون، ومن عند ميني ماركت الطحان على الدورة. ألف مبروك إذا لكل يلي الليلة ربحوا باللوتو وزيد. هارد لك للي ما حلفهم الحظ، ما تزعلوا، بسيطة خيرة بغيرة. مثل ما بتعرفوا لعبة اللوتو فيها ناس بتربح ناس بتخسر، ولكن ما بتعرفوا أي نهار إن كان تنين أو خميس بتنقش معكم عن طريق اللوتو اللبناني. خلينا نسمع أنا وياكم سحب الجاي نهار التنين، دي رح بتكون الجايزة الأولى. الجايزة الأولى فوق المليارين ليرة، فوق المليارين. المليارين الثاني، الثانية بنرجع ل 150، حوالي ال 150 مليون، حوالي ال 150، وزيد مثل اليوم حوالي 30 مليون. حوالي 30. إذا المهم إنه صرنا فوق المليارين ليرة باللوتو اللبناني سحب الجاي نهار التنين. من هاللحظة مساج صغير على ال 10/20 أرقامكم بيناتهم سبيس أو كلمة كيو بي، يعني العشوائي هو بيختار لكم، مثل الليلة فيكم تربحوا المرتبة الثانية. ربحت على الاس ام اس أو حيلا مركز الليبانيز دي جوي اللي موجودين بكافة الأراضي اللبنانية. كيف ما برمتوا بتلاقوا لوتو لبناني، لوتو لبناني، وأكيد على الويب سايت أو الأبليكيشن. من هون لوقتها ما تنسوا تاخذوا لوتو وتلاقونا نهار الاثنين. تبعوا حالكم، باي باي.